حكاية ليلى صعيبة وماشي سهلة. بنت كتحس لما كتخون باها، شنو غادي دير في نظركم؟ واش تفضح ولا تبقى ساترة هادشي؟ تفضح امها ولا تشتت عائلتها؟ الحكاية ديال اليوم صاحبتها بقى صغيرة واكتشفت شي حوايج اللي هما كبر منها بزاف. التفاصيل وشنو وقع والقرار النهائي غادي نخليكم انكم تكتشفوه في هاد الحكاية. ما تمشوا فين وبقوا معنا الليلة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. اذا كنتي جديد على القناه مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار الدار دار كيف العاده. قبل ما نبداو حلقتنا ديال اليوم بغيت نقول لكم ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب لتحت اللي ما تكلفكم حتى شي مجهود، ولكن انا تيدير معايا فرق كبير انه كيطلع هذا المحتوى لناس اخرين انهم يستافدوا منه وتشجعوني باش انني نبقى مستمره وما نعياش واخا كنعيا. فهمتوا شي حاجه؟ ما فهمتوش، خير ما نطولش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. انا عفراء، الطفولة ديالي ما دوزتهاش كاملة مع والديا. كنت في الوقيتة ديال القراية كنبقى مع واحد المربية في دارها اللي كانت مزيانة معايا وكتبغيني بزاف. في العطلة كنت كندوزها عند جداتي في العروبية. في هذا الوقت بابا كان فين ما كيلقى شي وقيتة خاوية كان تيجي لعندي، كان قريب مني بزاف. ماما كنت من ديما بعيدة عليها وكنحس بها بلي انه كتبغي كاع الوليدات الصغار اللي قدي وانا لا، وهذا الاحساس بقى غادي وتيكبر معايا ليومنا هذا. الصغر ديالي وانا عندي 7 سنين بقى كنعقل بلي انني تعرضت للتحرش من قبل واحد الدري، يمكن كانت عنده انا ذاك 15 سنه، كان صغير حتى هو، يمكن داكشي اللي كانت تعلمو من الزنقه بقى يجي يجربو فيا. انا ما فهمتش شنو كان تيدير انا ذاك، ولكن اللي كنت عاقله عليه بلي انه جردني من الحوايج ديالي كاملين. في ديك اللحظه ما كنت فاهمه حتى شي حاجه. المهم لا داعي لتفاصيل واحده اخرى، هادشي فهمته حتى بديت كنكبر وكنفهم شنو هو التحرش وشنو هو الاغتصاب. ملي فهمت هادشي تقلبت حياتي اكثر وزدت كرهت ماما. علاش؟ حيت هاد الولد هو ولد صاحبتها، وبحكم انه بابا كان خدام في مدينه بعينه وراجل صاحبتها كان خدام في مدينه فين كنسكنوا، فكنا كنسكنوا مع بعضياتنا في دار وحده، انا وماما وصاحبة ماما وولدها وبنتها. ملي بديت كنكبر وكنفهم لقيت بلي انا وماما بعيده عليا باش نقدر نعاود ليها هادشي، خفت منها واخا انا ما كنت دايره والو. اختصار انا كبرت ولقيت راسي انا اللي حنين على راسي وانا اللي ربيت راسي وانا اللي وقفت مع راسي، وماما بعيده كل البعد عليا. تزاد خواتاتي ولكن كنت كنشوفها كتعامل معاهم مزيان، وهذا الشيء كان عاجبني نوعا ما حيتاش ما بغيتش النقص اللي كنت كنحس به يحسوا به حتى هما. من ديما كنتمنى باش انهم يعيشوا احسن مني بزاف. عموما بالنسبه للعلاقه ديال والدي على حسب ما كنشوف وكنعرف بلي انهم تزوجوا على حب وماشي كان بزز عليهم يتزوجوا. بابا ما كيكونش ديما خدام، ماما اللي كدير الدور نتاع الراجل، هي اللي كتخدم في الزنقه وباش بابا يعاونها هو اللي كيطيب في الدار باش ملي هي كتجي من الخدمه كتستراح، ولكن هذا الشيء خلاها انها تنسى الواجبات ديالها كأم وزوجه، ولات كدوز بزاف ديال الوقت في الخدمه باش تزيد سوايع واحد اخرين. المهم هادشي كله انا ما تيهمش في قصتي حيت ماشي هادشي علاش بغيت نشاركه معكم، حيت كاين احمق من هذا. انا مؤخرا كنت هزيت التليفون تاع ماما ودخلت للكوربي نتاع التصاور وكنلقى شي تصاورات وواحد الفيديو اللي حشمت من المحتوى نتاعهم اللي كانت هي فيهم عاريه وما مبيناش الوجه ديالها وفي الدار ديالنا. انا شخصيا عارفه الجسم تاع ماما كيفاش داير وعارفه حتى دارنا. تصدمت وبقيت كنخرج وكنعاود ندخل باش نتاكد واش هي ولا لا. ما عجبنيش الحال اكيد، ولكن باش نهون على راسي قلت بلاتي ما نحكمش، يمكن هادشي صيفطاتو لبابا. فالفضول اللي فيا بديت كنقلب اكثر واكثر، وهنا غادي نلقى تصويره اللي فيها ميساجات ما فيهم ما يتشافوا ولا حتى تقراو، وانا في هاد السن نحشم انني حتى نتكلم بداك الاسلوب. وهنا للاسف تاكدت بلي انه هادشي اللي توقع ماشي بينها وبين بابا، ولكن بينها وبين واحد خينا اللي خدام مع ماما. من بعد ما شفت هادشي كان ديك الساعه 9 تاع الليل ما قدرت ندير والو حيت كاين بابا وخوتي، ولكن حسيت بالعافيه شعله فيا لداخل. غادي تدوز ديك الليله اطول ليله في حياتي، ما قدرتش نصبر وبقيت الليل كله فايقه حل عينيا وانا تنفكر غير في هاد الكارثه. غادي نخلي حتى كلشي ينعس وغادي نمشي نهز التليفون تاع ماما بشويه، وهزيت منه كاع داكشي اللي كانت كتصيفط، وهزيت حتى النمره نتاع داك خينا وصيفطت ليها هي داكشي ديالها هي وياه من جماعه اللي لقيت وتصاور، وبردت قلبي في واحد الميساج اللي صيفطته ليها وقلت ليها فيه تبارك الله عليك كنت نحترمك، انا دابا ما حملاش نواجهك، لكن غادي نقول لك واحد الحاجه وحده واللي هي بابا غادي تطلقيه واخا يدير اللي يدير، عمره ما يوصل لهاد الوسخ اللي وصلتي ليه. بلا ما تحاولي انك تدوي معايا حيتاش ما بغاش خوتي يعرفوا شي حاجه،
لا تعقدهم كيف ما درتي ليا. اللي عندي دابا راني قلتو ليك، وحتى هاد الشماته المعفون غدا ندوي معاه. كرهت راسي يا ماما والله، حتى حشومه عليك بركه غير داكشي اللي هزه في خاطري من جهتك. وهنا غادي نفكر باش حتى هو نصيفط ليه ميساج اللي قلت ليه فيه راني شفت كلشي. وسمع نقول لك غادي تفرق عليها ولا اقسم بالله حتى نوريها لشي لبابا يا المسخ. ديك الساعة غادي يطلع يبلي انا وصلوا الميساج، حيت هو خدام مع ماما مكلف بواحد لابليكاسيون اللي فيها الناس تيحجزوا، يعني فاش يوصل شي ميساج هو بزز منه خاصو يفيق ويشوف ليكون شي كليان. من بعد الصباح تنفيق ما كنلقاش ماما في الدار وبابا كاين في الخدمة. بديت كنقاد في الفطور وهي تدخل. انا الحاجة اللي متأكدة منها انه ماما فاش كتفيق كتهز التليفون ديالها وكتدخل الواتساب وكتشوف واش جا شي ميساج، يعني مليار في المية انا قرات الميساج وما جاوباتش ومشات خرجات. المهم دخلات بحالة حتى شي حاجه ما وقع ومشات تكات في البيت ديالها. واحد الوقيته كنت دايزه من حدا البيت حتى كنسمعها كتقول بشويه صافي داكشي اللي غادي نقول. انا شكيت في ديك اللحظه ممكن انها كانت كتدوي معاه وكيتفقوا على شي كذبه اللي غادي تقال ليا في ديك اللحظه. عفره غادي تعيط عليا من بعد وهي تقول لي عفره شنو هادشي. وراتني ديك الرساله صيفطت ليها في الواتساب، ولكن غادي تمسح ديك السكرين ديالي اللي صيفطت ليها اللي فيها هي وياه الجماعه ديالهم وخلات غير هضرتي. قلت لها واش ما وصلتكش واحد التصويره؟ قالت لي لا. قلت لها واخا. مشيت عاود صيفطت ليها وبدات كتعيط ليا ما تسوقتش ليها، وهي تجي عندي وقالت لي شوفي يا بنتي راه هادشي بالغلط. شو هي تقول لي لا انا راه ماشي هي هذيك. كتناقض غير مع راسها. انا غير جالسه وساكته وكنسمع ليها وكنشوف. خليتها حتى سالات وقلت لها شوفي ماما انا راه ماشي دريه صغيره، وانا راه تنعرفك مزيان وتنعرف الجسم ديالك وتنعرف حتى دارنا. واش انا في نظرك ما غاديش نعرف الزليجه في الدار ولا صباغه ولا زرابي ديالنا؟ واش ما غاديش نعرف رجليك يديك؟ راني ديما معاك في الحمام. لا قلت لها شوفي دابا غادي تبقي غير كتكذبي عليا، غير خليني وبعدي مني هاد الساعه. هنا غادي تجاوب معايا بواحد الحركه اللي كانت خايبه حشمت في بلاصتها. حنا ما مولفينش في دارنا ندويو بقله الادب ولا نديرو حتى شي حركه ماشي هي هذيك، تكونوا محتارمين في الدار. هذه راه ماما اللي خرج منها هذا العجب من بعد ما كنت حاطاها في مرتبه عاليه حيت امي ما قدرتش نستوعب هذا الشيء اللي دارت وطاحت ما بين عيني في لمحه بصر. بقيت غير كنشوف فيها بطريقه استغرابيه ومصدومه. هذاك النهار ما بقيتش دويت معاها، خرجت دات اختي الصغيره للمدرسه. داك خينا ما جاوبنيش حتى دازت شي ربع ساعه على خروج ماما، عاد صيفط ليها ميساج هو يقول لي شكرا بزاف حيتاش دويتي معايا انا وانا متفهم وسمحي لي، وداكشي راه كان غير غلط وداكشي اللي شفتي راه كان اول واخر مره ما غاديش نبقى نعاودو، وشكرا بزاف حيتاش دويتي معايا وما قلتيهاش لباباك، كان تيستفزني بهذا الميساج. ما جاوبتوش وانا نصور داكشي اللي قال لي وصيفطته ليها، حيت هي كانت كتنكر وكانت كتقول بلي ماشي هي. بغيت نصيفط ليها بلي انه هو راه بين ليا بلي راه داكشي كاين وصافي. صيفطت ليها ما جاوبتنيش، جات للدار ما توقعتش ليا ودخلت البيت وبدات كتصيفط ليا في ميساجات. انا في بيت وهي في بيت وكانت تصيفطو ما عندها حتى الجراه باش انها تجي تدوي ليا في وجهي. بديت تقول لي هذاك راه كان غلط وانا ما قصدتش، وزيدون هو كان تيدير لي شونطاج وانا ما عرفت ما ندير، ولحد الان باقا الهضره ديالها متناقضه. وباش نقربكم نوعا ما من عائلتنا كيفاش دايره، فبابا ماشي خدام ديما حيت هو من النوع اللي النفس ديالو حاره وديما تلقى مشكل في الخدامي، اذا غير دار ليه شي حد شي حاجه ماشي حتى لهي كيحبس الخدمه. هي منين وانا كنت كنقرا في التاسعه وهي خدامه بنفس الخدمه وفي نفس البلاصه، وكيطراو لها بزاف ديال الحوايج، الطريقه باش كيتعاملوا معاها كيبقاو كيزيدوا لها في السوايع اكثر ما هم اللي عندها، وكتجي مسخسخه بزاف للدار. وبامكانها انها تطلب عطله ولكن والو، هي ما باغاش. تنعياو فيها بغينا نسافروا بغينا نخرجوا، ولكن ديما كانت ترفض، كتبغي تخدم الاسبوع كامل. بابا ما كيتسوخش، ولكن انا جاتني اولا جاني هذا الامر صراحه خريب. على الاقل الواحد كيعيا تيمرض، وهي راه كبيره في العمر وبدات كتعيا، على الاقل تبدا تاخذ غير اسبوع ترتاح وتعطينا شويه ديال الوقت، ولكن هي لا كترفض. المهم بقات كتقول لي انا راه دار لي شونطاج وبقيت في ديك الخدمه على ودكم، حيت باكم ديما جالس من الخدمه وما كاينش اللي يصرف عليكم. قلت لها واش غير هاد الخدمه اللي كاينه؟ قالت لي وشكون غادي يبغي يخدمني دابا والخدامي ما كاينينش وهادي وهادي. المهم بقات كتاكل لي في راسي انا غير تنشوف، وهي تقول لي اذا بغيتي دابا نطلق من باباك نطلق وما عندي حتى شي مشكل، غير هو فاش يدخل الدار عاودي لي كلشي واللي بغيتيها نديروها، الا بغيتي غير نطلقوا راه غادي نطلقوا، غير هو ديري في بالك خواتاتك انت اللي غادي تشتتيهم وانت اللي غادي تخرجي عليهم. وبدات كتدخل لي خواتاتي في الهضره، شداتني من يدي اللي كضرني والنقطه الضعف ديالي، حيت انا وخواتاتي
قرابين مع بعضنا. داكشي اللي كنبغي نقلب نديرو مع صحاباتي كنديرو ما بيني وبين بابا وخواتاتي، حيت عندنا علاقه كبيره مع بعضنا، وخواتاتي حتى هما من جهه والديا. انا قلت حتى درت 20 عام وانا مع والديا، ونجي حتى ليهم هما اللي باقيين مازال صغار، اللي الصغيره فيهم عندها 5 سنين، ونجي عاد نشتت لهم حياتهم ونخسر لهم كلشي. سكت وما قلت والو، وطلبت منها السماحه على الطريقه باش دويت معاها وقللت منها الحياه حيتاش كتبقى ماما. سكت في دوك الايام وما قلت والو، وكان صعيب عليا انني نتقبل يومنا هذا. انا ما قدراش نفضح واخا باغا، باقيين عندي رسائل وفيديوهات وتصاور كنشوفهم كنمرض راسي، واخا لدرجه حفظت المحتوى ديالهم تنكون ناعسه حتى كضرب لي الفيقه. تنبدا كنفكر في هذا الشيء، اقسم بالله حتى ما بقاش كيديني النعاس، حتى من مور الفجر 6 ديال الصباح عاد كتسدوا لي عيني. واخا انا في الفتره نتاع امتحانات في الجامعه كنمشيو عيني كيتسدوا، وليت غير كنمشي باش نحضر وصافي، حيت الوقيته اللي كان خاصني نراجع فيها وقع فيها هاد الكارثه. حياتي تقلبات وما بقاش كيف كنت. المهم هي جات عندي وقالت لي الاول نتاع شهر 5 غادي نخرج من هاد الخدمه، وحنا اليوم في شهر 6 ومازال ما خرجاتش. وقالت لي غادي تدخلني لواحد المدرسه ديال الفلوس، وهذا يعني بلي انها ما غاديش تخرج من ديك الخدمه حيت الصالير نتاع بابا ما كافيش انه يدير به كلشي. يعني اذا هما تعاونوا بزوج يقدروا على هذا الشيء، لكن هي بوحدها مستحيل. من غير هذا فاش انا اكتشفتها في الاول وعدتني باش انها تشد الطريق وما تبقاش دير شي حاجه خايبه، لكن بردات القضيه ولاحظت من جديد بانه اللبس ديالها رجع معيق. في الخدمه كيخصهم يلبسوا طابليه بيضاء اللي هي كتلبسها، ولكن من تحت الركبه. في دارنا كتلبس واحد اللبس اللي هو عادي وغير مثير، زعما نقولوا راه كتلبسوا لرجلها، ولكن قبل ما كتخرج للخدمه كتلبس داكشي مزير وكيبين. وماما تبارك الله راه الانسانه اللي هي وافيه وماشي شي وحده اللي هي ضعيفه. من بعد كتلبس جلابه قدام بابا، حيتاش اذا شاف هذا الشيء طبيعة الحال غادي يمنعها. غير هو كيخرج كترش الروايح وتقاد واحد نص ساعه ولا ساعه الا ربع مع المرايه، حتى مشي انواع ديال اللبس المثيره اللي ما كانتش كتلبسهم من قبل عاد وليت كنلاحظهم انها كتلبسهم بزاف الا اذا كانت خارجه. ما فائده هادشي كله؟ اولا شنو غادي تستافدي اذا درتي هادشي كله الا اذا كانت ان في القضيه وليت غير حاضيه؟ زيد على هذا كنتذكر شحال هادي فاش كانت تكون في الخدمه كنت كنصون عليها، ومستحيل انا تجاوب واخا يكون ما عرفت اشنو وقع حتى على شحال. فاش كتجاوب كتقول لا راه كنت خدامه، لا كنت في المحاض اعزكم الله، لا كنت هادي وهادي وهادي. كل مره كدير سبه، تقدر تكون فعلا هي خدامه، لكن انا من بعد ما حصلت على هاد الشيء وليت نشك في اي حاجه كدير. في ديك الوقت اللي بدات كتبين ليا بلي انا كلشي تقاد، وليت وقت ما صيفط لها ميساج كتجاوبني، وانا وليت كنحض غير الدقائق والسوايع. غير كتوصل للخدمه كنحمقها بالمكالمات باش نشوف شنو كدير، لكن مؤخرا رجعت لحالتها الاولى بحال بردات القضيه وانا ما بقاش مسوقه ليا. انا حاليا دخلت في حاله حزن واكتئاب حيت ما عنديش لمن نتقاسم هذا الشيء، وكنحشم اصلا نعاودو. بابا الوحيد اللي كنثق فيه وعندي معاه علاقه زوينه ونقدر نعاود ليه وبالي هاني، وهذا الشيء باغا نعاودو ليه ولكن ما قداش. انا عارفه اذا عاودت ليه يقدر يتفهم، ولكن خايفه على حياه خواتاتي والمصير ديالهم، وخايفه حتى على راسي حيت اذا فتحتها مستحيل انها تبقى تبغيني وغادي تلحني للزنقه. واخا بابا ما يفرطش فيا، ولكن هي كأم تقدر ديرها. انا اليوم هذا المشكل شغلني على حياتي وما عرفش كيفاش نتصرف وشنو ندير، عطوني شي حل عافاكم. بعد رجعت سميتها القايخ انك كتقرا مزيان كتجيب نقاط مزيانه، وكنت انا اللي كنجي الاولى في العائله، مي دابا لا وليت انا الاخره وكنجيب شي نقاط اللي ماشي مزيانين. هي الحاجه الوحيده اللي كديرها هي كتبقى تقارني. عمرني في حياتي ما كنت مع ماما جات قالت لي برافو مزيان، هذه حاجه مزيانه، اقسم بالله الى عمرها ما موتيفاتني ولا قالت لي. واخا هادشي حنا كنحتاجوه من عند الوالدين، هادشي كيهرسني بزاف. هي ديما كتقارني بواحد جوج بنات خالاتي، وديما نفس الهضره كتقولها لي بلي هما لالياتي وهما احسن مني، هما كيعجبوها وانا ما كنعجبهاش. صافي كرهتني في الحياه وكرهتني في كل شيء. ديما كنفكر في الانتحار، ديما كنحاول كنوض وكنقول صافي دابا هادي هي الاخرى. ديما كنبقى جالسه حدا الشرجم كنبقى نشوف فيك وكنبقى نقول واش نديرها ولا ما نديرهاش. كنوض كنبقى نصلي 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 وندعي ونقرا القران. كتوصل عليا واحد الوقيته يا ربي تسمح لي حتى الصلاه كنفقد فيها الامل وكنبعد عليها. ما عرفتش كاين شي حاجه كتبقاش بعدني على الصلاه، ما عرفتش كنبعد على كلشي الصراحه، ماشي غير على الصلاه، كنبقى غير جالسه وكنبكي ولا عاطيها غير النعاس. هي كتبقى ترجع للو بلور، شخصيتي كتبقى ترجع بلور بلور. هذه حكايتي، وهذه هي كانت حكاية عفراء. فعلا انها قصيرة جدا، ولكن قلت ضروري ندوزها
باش تعطوا لها الاراء ديالكم ونهونوا عليها ولو غير شويه. انا غنعطي الراي ديالي دابا ومن بعد نتوما غادي تخليوا الاراء ديالكم في التعليق، واذا كنتم متفقين معايا غادي تقولوا باختصار بلي انكم متفقين معايا. عفراء، حاولي دوزي لحاجه واحده اخرى في حياتك، ما توقفيش في هذا الشيء. انت محتاجه انك تحققي الذات ديالك. ماما دعي ليها في الغيب ومره ذكريها بشنو تدير، بلي انه ماشي في صالحها ولا في صالح خوتك ولا في صالح حتى باباك ولا الصحيفه ديالها مع مولانا. ذكرها بلي انه مولانا ما غاديش يسمح ليها على هادشي اللي كدير لانه زينه. ومره ذكريها بالشريعه ديال مولانا ودعي ليها في السر. حاولي انك تنسي التفاصيل اللي تيوقعوا، غمضي عينك عليهم لانه انت محتاجه انك تقراي وتنجحي وتوقفي على رجليك، محتاجه تبني حياتك. واخا هادشي كله غير تبارك الله واعيه بيه وواعيه بشنو تدير، انت هستريها باش ربي يسترك ودعي الله انه يعفو عليها. هذا كان الراي ديالي، والله اعلم يقدر يقول لك شي حد خصك تفضحيها، ولكن انا تنقول ستريها، السترة غادي تكون احسن. هذا هو كان رايي المتابعين يا كرام ويا عفراء ايضا. ما تبخلوش على الاخت ديالنا والبنت ديالنا وصديقه ديالنا بالتعليق ديالكم. نتلاقاو فيما قريب، دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.